C'est bon? Tu passes? Non, D'accord. متابعي الكرام، متابعي قناة الشوف تي في، حبيكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف. حاول ترجع لبرا بحال اللي غادي ترمى مع الشرجم. اش غادي ندير؟ خصنا كونيكسيون هاكا، فهمتي؟ بحال اللي غتخرج لي التليفون لبرا. سي بون، راه مزيانه. فكنعتذر متابعي قناة الشوف تي في البث الحي. متابعي قناة الشوف تي في، سعيد يقول كان كيخدم في محطة ولاد زيان بالدار البيضاء. العمل ديالو كان في محطة ولاد زيان بالدار البيضاء. كيشوف واحد السيدة جاية لعندو بالملامح ديالها مختلفة، جلست حداه، طرح عليها السؤال على لسان سعيد: مالكي؟ قالت له: أنا حاملة وهاربة من دارنا، دارنا اللي افتازة ولاد زباير بالضبط. تعارف معاها وقال لها: أنا غنتكلف داك الجنين اللي في كرشك. جلتازا جابها عند والديها، طلبوا السماحة ودخل بخيط بيض. رجعت تعيش معاه مولات زبايل الدار البيضاء لمدة 9 سنوات. يقول سعيد: كنا مزيانين، لكن كان فالزيد كانت داك الوسمة عار تما في الدار البيضاء، معروف بأنه ماشي ولدو. باش يحافظ على الدم ديال الوجه ديالها قال لها: يلا نبدلو المدينة، فين باغي تمشي؟ قالت: نمشي لتازا. جا لهنا لتازا سعيد وهاد الزوجة ديالو اللي بلا ما نقولو الاسم ديالها. سابا كونيكسيون، فجاو لتازا متبعي قناة شوف تي في، عرف بانها كتخون شي واحد خيانة، وتصنت على لي زوديو، ولكن ميمكناش نطلقوهم في اللايف او في فيديو حفاظا على الامانة الصحفية. ف قال لك: خانتني وهربت لي مع واحد اخر ودات لي الولد، دات لي البنت ديالي. متابعي قناه شوف تي في، سي سعيد اجي عندي حدايا حسب الكونيكسيون، عاود لي على القصه ديالك يا اخي. معليش هاني معك، غير احكي لي. كنت خدام في المحطه، بارك تنبيع الكار ولاد زيان، ولاد زيان دار البيضاء، بارك نبيع الكار، وبانت لي جات بركات حدايا، قالت لي هربانه لوالديها، درت فيها الخير. وملي درت فيها الخير مشيت عند والديها صالحتهم ودويت معاهم، وملي عاشت معايا في الدار البيضاء مخير، ملي جيت هنا غدراتني مع هذا اللي والده مع هذا الدري. دابا هي خانتك مشات هربت مع شي واحد؟ هذوك لي زوديو اللي سمعنا دي ولاد اللي هربات معاه، خانتني معاه، خالتك معاه. دابا الان شحال هي هاربه من الدار؟ شهرين دابا ما ورد باها، بركات معايا يومين، دات لي بنتي وهربت. هربت اصلا انت جات لكازا تلاقيتيها كانت حامله. هي في اين منطقه في تازاية؟ لحد ولاد زباير. لحد ولاد زباير، ومشيتي معاها حتى لعند عائلتهم وطلبتي السماحه بالنيابه ليها، وسمحوا عائلتها سمحوا لها. مشيت عند باها. عاود لي القصه كامله يا اخي سعيد. مشيت عند باها طلبت منه السماحه، قال لي: يا وليدي هادشي. قلت لي: ديالي انا اللي محمل هاد المسؤوليه، ولا كانت شي حاجه ديال الضروره ولا هاد السيده بحال انا اللي داير هادشي كامل. درت مع القانون، تكاتبنا نهار لي ولدها الدري بخير، خدام تنجيب لها ما تاكل، عايشه. وملي بعت ديوري وبعت كل شيء قلت لها: بن يلا يمشيو شي مدينه اخرى. قالت لي: يمشيو لتازا. ملي جينا لتازا لقيتها تتخونني مع واحد. جيتي من الدار البيضاء لتازا انت وهاد السيده، حصلتيها كتخونك مع شي واحد؟ والدلائل اللي عندك هما داك لي زوديو اللي سمعنا. هذاك التليفون ونمرته. التليفون ديالها؟ يعني واش سمحات فيه ولا نساته ولا ديتي لها؟ بنتي هنا في هذا القنت تلعب تجبدات هذوك التسجيلات. ملي شديت هذوك التسجيلات تصدمت في بلاصتي، خبط لها النوض نفوت فيها شي ضربه، بقيت مريح. قالت لي: باغا دي الدري للمدرسه. قلت لها: سيري. دات لي بنتي ومشات هربات مع هاد السيد، قال لها: خليتي ينعس وهربي. دات البنت؟ دات البنت. يعني قال لك: انا غنمشي ندير ولد المدرسه. دات الولد والبنت وهربت مع السيد. دات كل شيء وهربت مع هذا السيد، وتيعيط لي وتيبقى يتمرقن فيا بالتليفون، تيضحك عليا. انا درت ليها من اللور، انا درت ليها من القدام وكل شيء.
فمتابعي قناه شوف تي في، قصه صادمه ديال سعيد، سعيد ابن الدار البيضاء اللي عاد الناس اللي عاد تواصلوا معنا متابعي قناه شوف تي في، المزداد بالمعارف الدار البيضاء انفا، تلاقى بواحد السيده من اصول تازيه منطقه ولاد زيان، اولاد زباير في محطه ولاد زيان، كيقول سترسها كانت حامله وسترسها ولني ما خانت العشره يا اخي سعيد كما كيقول. جيت انا وياها لتازا وهذه شهرين وانا حصلتها كتهضر مع شي واحد في التليفون متابع قناه شوف تي في. الا كان شي واحد جاوب وي 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 الو 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 سلام طلع الو السلام عليكم ادير لي وي التليفون ديري لي التسجيلات بالهضره اللي تنقول لين انا اها لا ماشي سعيد انا المراسل شوف تي في عبد الله ها أيه اها 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 هاني في اللايف اخي غير الله يعطيك السلامة من سالي اللايف تواصل مع السيد يا اخي يحتاجك يحتاجك يا اخي فؤاد يحتاجك السلام طلا الو السلام طلا نعم سيدي سلام الله أيه أه عبد الله تشوف تي في نعم سيدي مراسل تشوف تي في الله يحفظك يا أخي فؤاد هذا عرف عارف 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 يا أخي هذا السيد هذا يا أخي غير تواصل معاه راه دابا راه في يدكم يحتاجكم يا أخي راه يحتاجكم يا أخي فؤاد ستين ضحية هذا راه 61 يا أخي وهذا راه والدار البيضاء يا أخي المعارف شرف ليا شرف ليا شرف ليا شرف ليا أخي شرف ليا شرف ليا شكرا على الاتصال كنشكرك يا أخويا شكرا احترامات يا أخي فمتابعي قناة شوف تي في هذه اللي اتصلت بنا جمعية ديال ضحايا الرجال الناس الرجال اللي كيتكرفص عليهم عيالاتهم ورجال اللي كيخونوهم عيالاتهم ورجال اللي كيضربوهم عيالاتهم ورجال اللي يديروا بزاف عيالاتهم فكاين واحد الجمعية اللي ولات كتبع هاد الدواس هذه واحد الجمعية اتصلت يا اخي سعيد راه غتعاونك في الدوسي ديالك فشكر خاص للاتصال ديالكم الحمد لله كنا بادرة خير فسعيد ها انتم كتشوفوا الدار ديال سعيد متابعي قناه شوف تي في بعتي كل شيء اخي سعيد عاود لي يا اخي افتح لي قلبك يا ما لقيت ما ناكل بعت كل شيء ما لقيتي ما تاكل بقيت ندور التليفون تيبقاو يعيطوا لي يبداو يعيروا فيا اللي تنبيع وتندوخ النعاسه في وسط حوايجي راه هما هاد اللي بقاو لي حوايجي كلهم مبعتهم حتى السروال هو الاخر ما بقاش عندي دابا سعيد انت شنو كدير في تازا دابا شنو واش خدام ولا شنو كدير؟ لا ملي هربات ليا ما بقيتش خدام. دابا انت غير جالس في تازا. جالس. بغيت نتسنى هاد الحاجة يجي نسيني لي واحد الوراق. نشد راسي ونمشي ناخد شي براكة نعيش فيها. براكة فين غتاخدها؟ في ليساسبا. في كازا؟ اه. وتازا ما تدورش فيها خزان؟ ما بقيتش ندور بها. عياوني الله يجعل البركة الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي تنقول. عجبتك تازا خي سعيد؟ الله ياخذ فيهم الحق فيهم الظالمين. فيهم الغدر فيهم كل شيء افكازا ما كاينش بحال كل الغدر افكازا يشوف مرت الراجل يجري عليها انا تيشدو مرت الرجال هادشي اللي نقول لك هادشي اللي شتي عندنا ماشي في كازا لا اخوه والله مشو تجي عندنا مرت الراجل رحبوا بنا حنا تنعطوها باش تركب تنقولوا لها سيري عند ولادك انا والو هما دابا تيعيطوا لي بداو يضحكوا عليا كضحكوا عليك كاع بداو يضحكوا علي نوريك دابا لا لا شفت كلشي خويا سعيد لا متيقك راه شفت كلشي واحد تيدوي تيقول لي الو بابا الصوت ديال بنتي تيبغى يقلدوا لي تيعرتو قلت لي هذا ماشي الصوت ديال بنتي هذا هو اللي الله ياخذ فيهم الحق هادشي اللي تنقول اخويا
جاوب جاوب اخويا. الو هاكا. الو 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 هما اللي كيعيطوك بريفي. هما هادو فمتابعي قناة شوف سيفي، نحطكم في الصورة بالنسبة للناس اللي كيتصلوا بهذا السيد هذا بالبريفي، فحتى نتمنى حتى السلطة تدخل لحقاش هذا السيد السيدة ديالو. هانتوما كتشوفوا الحالة اللي فيها، ما ماشي بحقنا حنايا كمراسلين نعطيو الرأي ديالنا ولا نكونوا مع طرف ولا ماشي من طرف، لكن أنا هذا السيد هذا سمعت لي زوديو ديال الخيانة الزوجية، سمعت لي زوديو ديال سيدة مرس الراجل كتهضر في التليفون مع انسان اخر، كون عارف الهضره ديال جوج في التليفون ما نحتاجش نقول لكم، انا سمعت لي زوديو كاملين، لكن ما نقدرش نطلقهم احتراما للطرف الاخر حقاش ما دار فيها ما يصلح. لكن باش توليو كتزيدوا تتماداو في الخيانه ديالكم تعيطوا السيد بنمره بريفي، تقدروا تكونوا كتشوفونا في هذا اللايف، لكن راه كاين القانون في البلاد، هاد البلاد ماشي ديال اللعب، وهذا الشيء ماشي ديال اللعب. واخطر جريمه من بعد القتل هي جريمه الخيانه الزوجيه. عيبوا على السيد طيحوا له دموعه، وعيبوا على السيد يجي من الدار البيضاء ونشوفوه بهذه الحاله في اقليم تازة من الاقاليم المحافظه ومن الاقاليم اللي هزه راسها، ويجي انسان من الدار البيضاء ويتكرفص التكرفيصه هذه، وتجي السيده ونسمعنا لي زوديو وتمشي مع واحد اخر وتمادات وكتعيط في نيميرو بريفي باش يضحكوا على السيد. هذا راه مواطن مغربي يحمل بطاقه تعريف وطنيه متبعي قناه شوف تي في بيكا، يعني الدار البيضاء متبعي القناه. خويا سعيد ما عرفتش ما نقول لك، ما تمنيتش انا نوقف مع كازاوي في تازه ونطيح معاك في هذا الموضوع، لكن راه البنادم حجر وطوب. واش دابا علاش كتبكي اخويا سعيد؟ تبكي على الحكره، على العقرة، ما بقاتش فيا هي، بقات فيا هذيك البنت، أنا درتها غير، بقات فيا هذيك البنت اللي سميتها على أمي، ماتت، سميتها على أمي، الدنيا عمري ما ديت ليا بنتي، قلت لي بغات نعطي لها، بغات زاد نعطي لها، تخلي لي بنتي، ديتها ورديتها، عباش عذبت الناس، قلت تحشم وتريب معانا، جاب باها ولا غادرني في بنتي تا هو. دعيتهم الله الدموع اللي بغيتهم يطيحوا، بغيتهم يطيحوا عليهم اللي ظلموني، هادشي اللي نقول لك اخويا. نكون اخي ان شاء الله بسهل. فبالنسبه لك الجمعيه اللي عاد تصلت بينا دابا ديال الدفاع عن حقوق الرجل، انتم كتشوفوا الحاله ديال هاد السيد هذا. يا اخي فؤاد تصلتي بينا عاد دابا وهضرتي معنا، فنتمناو قلتي لي غادي يطلع الدار البيضاء، نتمنى انك توقف على هذا الملف ديال السيد. يا اخي شوف راه ما يكون الخير ان شاء الله، مادام جينا عندك يا اخي في هذا الليل، وانا ماشي من عادتي كندير التغطيات في الليل، لكن ود كازا وضيف عندنا في تازا، وحتى انا راه اصولي دكالي، حتى انا راه من الجوايه ديالكم بيضاوي، لكن وعايش في تازا، ولد تازا، تازا فيها غير هاد النقله ما عرفت منين طحتي منها، لكن ما نبغيكش انا تاخذ شي نظره خايبه علينا، راه ما يكون غير خير ان شاء الله. ولا هاد السيده دارت فيك الخايب حنا نوقفوا معاك توازا ونديروا معاك الزوين. ماشي نظره خايبه، انا اللي تنجبد ما جبدتش توازا، انا تنجبد هاد السيده وهاد اللي غدروني معاها هما اللي تنجبد فيهم، انا هاد الناس بعاد عليا توازا، انا تنجبد هاد الناس اللي غدروني واللي الشرابي هما اللي كيعيطوا بالبريفي، هما اللي تيعيطوا لي بالبريفي الليل كامل، والله ما تنشوف الناس كيعيطوا الليل كامل بالبريفي، الناس والله ما تنشوفو، تمشي عند مول اللي باع لي هنا هو عطاني 400 قبيله باش مشيت كليت، عطاك 20 درهم ما عندك حتى فلوس باش تاكل، والله ما دابا انت بقيتي مجلوق في تازا كما كنقولوا، يعني مجلوق يعني ما عندك حتى حاجه، حيت مجلوق بغيت نفك عليا هادشي وناخذ حقي ونمشي بحالاتي لكازا. انت عطيتي شي بركه في هاد الضربه باش تديها باش تستقل، عطيت 8 المليون دابا بغيتي تمشي بحالتك مره، باغي نمشي بحالتي، نقز مول الدار العاج قال لي يا وليدي ما نشد لك تيريا نعطيك رزقك ملي عندك هاد الشيء، عاودت ليه كل شيء قال لي نعطيك رزقك نتسنى فيها يجي بيوت نمشي نفسخ معاه، يعني انت مول الدار قال لك نعطيك رزقك ما كاينش داك سير دعيني ولا يعني شوف خويا الا كانت حتى شي نظره وشوف ولاد الزباير
راه ماشي هي تازة ولا الزباير راه بادية وضحية من ضواحي تازة ولا الزباير بوحدة ولا الزباير تاي فيها ناس مزيانين ولاني حجر وطوب يا أخي. احنا كيما هادي داس فيك الشر احنا كوليدات تازة نوقفوا معاك ما يكون يخين شعر واحد مكاتبة واحد صيبطات لي بالتليفون الكبير قلت لها اللي بغيتي تجي مرحبا بك انا نجيبو لك دابا عيب على هادشي قال المتتبع قال شوف زيفي عيب على هادشي السيد كيبكي ما بقات له حتى ريال في جيبو هزت له البنيسه داتها ليه كيعيطوا له في النيميرو بريفي هادي سميتها هودة السحارة السحارة قاع السحارة مشات بغات تسحر هي قالت لها هذاك يولي ضربني شي جن قالت لها هذاك مع مولي ومع مو اللي ماتت دابا هي اللي كاتبها لي ميساج اللي كاتبها هادشي هادي من تازة هادي هادي واش ساكنة هاي نو عندها دار في السعادة هادي تاهي تازية تازية هادي هذا الهاتف ديال داك السيدة الزوجة ديالو بقى عنده هادو دي ميساج اللي خطيرين ودي ميساج اللي صعابين ودي ميساج اللي قاطحين هادي تازية أخرى كتحرج تازية لهاد الوليد ديال الدار البيضاء يعني أنا سمعت لي زوديو بودني وقريت لي ميساج بعيني فالحكم باين لكن ما عنديش الحق نحكم والحكم باين يا اخي اش كتطلب يا اخي تنطلبها من حقي فجينا عليك شويه خويا سعيد فجينا عليك شويه ما يكون غير خير ان شاء الله خويا سعيد انا اللي تنطلب من هاد الناس يتعاقبوا حيد عليا التليفون يا خويا حيد عليا المصيبه بغيت من هاد الناس يتعاقبوا ياخذوا هذاك الشيء اللي عايشوني فيه ياخذوه هما هادشي اللي بغيت القانون ياخذ لي حقي منه هذا هو اللي تنطلب دابا انت بقيتي هنا في تازا لا ريال لا جوج معكات عين غير الحاج مسكين يفك معاك باش تهز هادشي اللي بقى لك وتمشي بحالتك هادشي اللي تنتسنى بغيتو غير باش يجي الحاج يمشي يعطيني رزق نسيني مع هذيك الورقه ومشي بحالتي لكازا وملي قال لي تسنى وليدي تنجي بقيت انا مشى الوقت هنا تنعس بوحدي على الحيوطه فين كتنعس راه ما كاين حتى فاش فين واش الحوايج اللي كانوا هنا فين راهم داتهم هاد السيده ولا حوايج الزاد دات البالي زاد دات كلشي الحوايج المخيرين داتهم خلات لي هادشي حوايج انا ما لقيت من ناكل بعتهم ملي بعتهم هما اللي تناكل بهم بعتي حوايجك باش تاكل اخويا سعيد بعت حوايجي باش ناكل ما لقيتش مشي عند نسابي نقول لهم عطاونا هما هنا ايوا في جي قلت لهم لا هذا نسابك شكون واش كل العائله ديال المراه هذه كاينه اختها كاينه هي هنا خالتها شنو كتقول خالتها ما تقول والو اختها مسكينه بقى فيها الحال ملي عاودت لها هادشي طاحت ما عجبهاش الحال ما عجبهاش الحال وحنا براسنا راه ما عجبناش الحال خويا سعيد حنا براسنا ما عجبناش الحال انا خاش انا سمعت لي زوديو وقريت دابا شنو كتقول انا اللي باغي من هاد الناس يتعاقبوا ما باغي منهم حتى حاجه خويا هذه خيانه زوجيه هذه بغيتهم يتعاقبوا هادشي اللي تنطلب من السلطات بغيت هاد الناس يتعاقبوا كيما عاقبوني ومسوا لي كرامتي بغيت حتى كرامتهم تمس في الحبس هادشي اللي باغي منه عندك شي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديال المراه كاينه باش الا تلبسها منك السلطه فمتابعي قناة شوف تي في الناس اللي عاد تواصلوا معنا الان هذا واحد الشاب اللي سميته سعيد كرعاني مزداد بالمعارف الضل البيضاء انفا تزوج بواحد السيده تقول انها من تازه ولاد زباير خليها عندك تقدر السلطه تطلبها منك
تقدر السلطه تصلح عندك شي تلف لك يا اخي. انا نشوف لاكارت ناسيونال هذه هي السيده ياك هذه مصوله على الدار صافي وهذه هي لاكارت ناسيونال ديال ما تموت 2028 هذه تقدر السلطه تطلبها لك خليها عندك تقدر تطلبها لك هذه حقا شوف القانون كاين في البلاد وهذا الشيء ديال الخيانه الزوجيه راه اخطر جريمه من بعد القتل هي الخيانه الزوجيه القانون ما كيبغيش فما بالك ان 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 السلطه تعطيها هاد لي زوديو وهاد لي وهاد لي ميساج دابا هاد السيده قالت بان جابسك التازه انت دابا براني فحنا لا مادام هي ظالمه حنا نوقفوا معاك ضدها هي علاش لحقاش انا كمراسل قناه شوف تي في سمعت لي زوديو وقريت عليك داكشي وانا ما كيعجبنيش الظلم بالطبيعه ديالي وبالتراب ديالي ما كيعجبنيش الضو ما تحقرش يا خويا سعيد ودازت عليك انا عارفك دازت عليك ولاني ربي غيفرجها عليك يا اخي سعيد الحمد لله انت غتعاين الحاج ولاني انا في نظري ما اتجهتيش للسلطه الضابطه القضائيه فتازه مشيت للكوميساري قالوا لي خاصك عطيتهم الدليل قال لي تيكون عندك دليل تشدو ملبسي هذيك الخيانه ولاني واش عطيتهم يتصنتوا على داك الشيء عطيتهم يتصنتوا قال لي تي ما قادي والو قال لي خاصك خص ما يمكنلهمش هما عاوتاني يقلبوا على السيده وما كاينش شي مذكره تبعث في حقها يعني ما كاينش شي حاجه ملموسه هي فوقاش الا كانت شي خيانه راه العيب والعار الا ما جات السلطه بامر موكل الملك وديك الساعه يتلبسوا يقبضوهم لكن ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله ولكن انا اللي شديتهم في الخيانه علاش انا عيطت للسلطه غندير الاشرع على يدي وملي مشيت عندهم مظلوم قالوا لي ما عندكش باش خاصك تشدو معرياني ولا شديتو معرياني انا ما نمشيش عنده غادي نمشي ندير شرع على يدي ملي مشيت عندهم قالوا لي سير ما عندكش وريتهم هاد الاوديوات قال لي هادو ما دايرين لك والو بقيت مأزم مره نمشي للقهوة يخلصوا عليا الناس مره نجي نعس فلوس قهوه ما عندكش اخويا ما عنديش ما كل مره اش كاين خبزي يلا خرج تمشي عند مول الحانوت تعطي لي كريدي عاد تكون عندي 30 ريال عاد تنتيري عمرك عشتي هادشي اخويا عمرني ما عشتو كنت في كازا خدام عملي كانت معايا هي كنت خدام المخيره كنت نجيبها لها وملي مشات دارت لي هاد الحاله وغدروني بصحتي وخانوني والكرامه ديالي تمسات صاحبي ما بقيت ما نخدم تنبغي نمشي نخدم مع راسي عامر واه هاد الناس بغيتهم ياخذوا العقاب ديالهم هادشي اللي تن دابا يخرج من الدار مشات مع شي خليل ديالها ولا شي صاحبها ولا شي عاشق ديالها وهما اللي كيعيطوا لك بالبريفي كيبقى يحمقوك هما اللي تيعيطوا لي بالبريفي مشات مع صاحبها وعيطات لي وحده قبيله قالت لي ها هي مع صاحبها لو بغيتيني ندوز عليك قطعت عليهم التليفون بالبريفي عيطات ما عارفين مدينه فين راهم ما عارفش ما انا ما قاري ما والو باش نقرا الميساجات ولا قطعت على التليفون بقيت في القهوه تنضربها في الكاس مع الطابلي جا عندي مول القهوه قال لي اش دير قلت لي اسمح لي الله يرحم لك الوالدين خرجت من القهوه هي باش جيت هنا عيطت لكم من الدار ملي دويتو معايا انا ديك الساعه في الدار في كوزينه تندوي مع بنت خالتي تنقول لها شوفي هاد الظلم اللي طحت فيه نقزات قالت لي صبر هي اللي عطاتني النمره باش عيط عيط قطعت عليهم التليفون هي باش جيت عطاتني النمره باش خالتي عيطات لكم السيده هي باش اتصلتوا بيا جيتوا عندي الله يرحمكم نجيو عندك يا اخو شوف خويا سعيد شوف نجيو عندك يا خويا واخا تكون في الجبل انا ملي عيطت لك واخا تقول لي راني في الجبل مخبع ناعس تحت الجبل نجي عندك ما تقوليش انت راك في الدار البيضاء وحنايا هنا في تازا ما نجيوش عندك لا حاشا حنا ديما مع المظلوم ماشي مع الظالم وداك الشيء اللي سمعت بالاوديو ما عجبنيش وهذا الشيء اللي قريت دابا ما عجبنيش فمتابعي قناه شوف تي في هاد السيد راه مظلوم ها شنو وقع له الناس اللي عاد تواصلوا معنا الان غادي نعاود لكم مقتطفات من لاسين سعيد كرعاني المزداد بتاريخ 1/11/1987 المعارف الدار البيضاء انفا كان خدام في المحطه ديال ولاد الزيان الشهيره بالدار البيضاء جالس ديال الخدمه ديالو كيسترزق الله بحال كل المغاربه جات عنده واحد السيده يقول انها جات عنده واحد السيده جلست حداه مهمومه كتبكي سولها مالكي قالت له انا حامله وهاربه من دارنا
المشاعر ديالو تحركت ولا الله يرحم ضعفنا ولا ما شنو غادي نقول لكم. قال لا انا غنتوكل على الله ونسرك انت وداك الجنين اللي في بطنك فوالا 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 فوالا، ولكن بالشرط غادي نديك لداركم باش يطلب باك باش نطلبوا السماحه من باك. جاوا الاولاد الزباير باش يطلبوا السماحه، واذا به باها قال على ما يقول سعيد ما بغاش يستقبلها، وتوسط سعيد قال لا انا اللي نتكلف بداك الجنين اللي في يدك. تزوجوا على سنه الله ورسوله، مشاو للدار البيضاء، عاشت معاه 8 سنين في الدار البيضاء باش ما تسمعش داك الكلمه ديال انها مزيده ولد الحرام ماشي ولدو. قال لهم بدلوا المدينه، قالت لهم مشيو لتازا. فجا لتازا واذا به كدير علاقه اخرى كما يقول سعيد مع شي شخص اخر، وهذا الهاتف، هذا الهاتف ديال الزوجه ديال المراه، هذا الهاتف ديال الزوجه متبعي قناه شوف تي في، فيه لي زوديو ديال المكالمه هي والخليل ديالها او الصديق ديالها او ولد الحرام الاخر كما كيقولوا له. فكون كان ولد الحلال ما يقربش للمراه مزوجه، وكون كان ولد الحلال ما يغدرش السيد مزوج، وكون كان ولد الحلال ما يديرش هاد التصرفات. فاقولها واجددها، ولد الحرام لحقاش ولد الحرام هو اللي كيقرب للمراه المزوجه بهذا المنطق. هنا كاين المكالمات ديالو وديالها، وهنا كاين الحديث على هاد السيد هو وياها. زائد هنا كاين رسائل نصيه د واحد السيده ما نقولوش سميتها، كتواجد باقليم تازا، كدير داكشي تشعواده سحاره ولا بحال كدير داكشي تشعواده، هما لي ميساج ديالها. فهذا كنت ديتي هذا وخليتي بنتك، ولا هذا كون غرميتيها اختي لحقاش مشيتي لحقاش ديما الظالم كيخلي دليل، وهذا دليل خليتيه اللي انا حشمت بلاصتك، والله الا حشمت اختي بلاصتك. ف متابعي قناه شوف تي في، سعيد كيقول لك ما باغي والو، غادي يجي واحد الحاج مسكين الله كثر خيره فك معاه شي امور في هاد الدار، وغادي يمشي لكازا. عمرك الدور في تازا خويا سعيد على ما كتبان لي، ما عمرني ما هضر معايا كتهضر مع راجل مع راجل، ما عمرني ما ندور في تازا خويا حياتي كامله، واللي قالت لي الزواج نقولها بعدي مني، غادي نتزوج بنتي وولدي اللي طلقته مع المراه الاولى، هما اللي نعيش معاهم حتى نهار الموت. قرار هذا، هذا هو اللي كاين دابا. انت شنو اللي بقى فيك في هاد السنين؟ بنتك هادي، بنتك هادي اللي مع هاد السيده بغيت تعرفها فين راها؟ ما بغيتيهاش تكبر في هاد الوسط، ما عرفتهاش فين ناعسه ولا عد من، وهذا اللي مدي المراه مجوزه بولادها. ماشي راجل، ماشي راجل، يتعرى حدا بنتي، ماشي راجل، يتعرى حدا بنتي يوريها داك الشيء اللي انا اللي باه اللي معمرني ما وريتها داك الشيء. كلمه هي الاخر معمره ما سمعتها مني، تتولي تسمعها من واحد، علاش؟ هذا ظلم. بغيت الله ياخذ فيهم الحق وياخذ لي القانون الحق. حقك يبان اخي سعيد، حقك يبان ان شاء الله، حقك يبان ان شاء الله باذن الله، حقك يبان. شوف ومادام جينا عندك في هذا الليل ما تاخذش نظره على هذه المدينه ديال تازا، راه مدينه فيها الرجال وفيها حتى هي بنات الناس فيها، لكن شي حبات كيخرجوا من شي قنت كيحمقونا حتى حنايا، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تاخذش نظره خايبه، اش تقول كرساله؟ علاش عيطتينا؟ شنو الرساله اللي باغي توصل لي اخي؟ الرساله اللي باغي نوصل لك اخويا، باغي حقي من هاد الناس، حقي من هاد الناس، والسلطات يديروا خدمتهم ويشدوا هاد الناس باش نبرد على نفسي، باش ما نبقايش نعيش في العذاب. باغي بنتي من هاد الناس، فمتابعي قناه شوف تي في كما سمعتوا سعيد بانت لي كونيكسيون مزيانه، داكشي اللي بانت لي كونيكسيون. فاما كما كتسموه سعيد، هذا هو المشكل ديالو. كيفاش كتعيش معاك هاد السيده هادي؟ شفت كتحس بها مزيانه ما مزيان؟ هاد السيده كانت تعيش معايا، واخا تعيش معايا بحال ما كايناش في الدار، تتعيط في التليفون تنقول لها شكون، تتقول لي هذا خالي، هذا خويا، هذا التليفون ما كانش كيسكت، ما كانش يسكت. تنشوف تنعيا تنقول هادي دير مع هاد الوليدات من الله، غنبقى عايشة أنا في دار غفلون. السيدة تبان فيها الغدر، فرشاتها بنتي، ملي فرشاتها بنتي هربات، ما بقيتش لقيتها، هربات هي وواحد بالخوف، هربت بالخوف، عيط لها داوي مع واحد باغا تحرش على ختها، قال لها هربي بالليل، أنا نتلقى لك،
باقا هربانه معاه لحد الان. قبيله عيط ليا. كيعيط لك هذا اللي هربانه معاه؟ انا ما عارفوش عيط لي يبدا عليا خويا انا نعاونك انا هادي. كيفاش خويا انا نعاونك؟ فاش غتعاونني قول له؟ ما فهمت ملي قطعت عليه عاود صيبط لي واحد معيوره عرفت وانا صيبط عليا في النمره ديالو. معيوره؟ اه. شنو فيها المعيوره؟ كيهضر عليها دوا علاش شوي وانا قلت لي منك لا شوي ويقول لي انت ماشي راجل كل لقاتك راجل كاع ما تهرب منك. يعني هنا كيبين بان راه هاد السيده هاربه معاه. اه ملي قلت لي علاش تقول لي هاد الهضره شوي قطعت هو يصيبط لي نفس الهضره اللي قلت ليه عرفته هو مول هاد النمره اللي عندي هادشي اللي بغيت. ما حاش بان هاد الناس واش في تازه ولا في كازا ولا في شي مدينه ولا ما هضرتهم ما عرفتش فين راهم. لا ما كو كانت في كازا كون عايطوا ليا. صحاب الحسنات موجودين تما اللي شاف ولدي ولا هادي بنتي ولا هي عايطوا ليا. معروف انت تما معروف هنا وخا الدرك حدايا انا ما كاينش اللي نعت ليه. انت جديد في تازا وشحال انت في تازا خويا سعيد؟ عام دابا. عام وانت في تازا ما شتيش فيها حتى شي نهار زوين؟ لا والو جيت هنا بحال عايشه في العذاب بحال داخل على الحبس. حالي داخل على الحبس. اه قلت انا غادي نحيد من لين على قبل الدري وعلى قبالي تانا جيت انا بحال عايشتنا في الحبس. الماكله نقولها فين هي تقول لي عيانه مريضه فين شاده القنت وشاده التليفون. صافي صافي جالسه وشاده التليفون. شاده التليفون واول بالوك عندها دير لي في الكاميرا في شي حاجه ودير لي الكود. ها هو كاميرا كاع ما تصور اش كاين ديال شي فيديوهات تما مدخلين شي كود انا ما عرفتوش. الكود غادي يكون اما تشوفها غتشوفها ولا شي كتابه. اي لا رقم تليفون هذا انا خصك تكتب النمره التليفون ماشي الكود. عييت ما نكتبو والو. دير النمره التليفون ديالها. لا درت والو. دير شي نمره اخرى. شي نمره اخرى ديالها. هبط لي شوف متابعي قناة شوف زيدي كيف فين ولا عايش هذا السيد. عندك تقطع ليا كونيكسيون شوفوا فين ولا عايش. شوفوا فين ولا عايش السيد. لا تقطع ليا كونيكسيون يخليك مع الشاشة مصبر معايا. شكرا وليد الكاميرا ما شكرا بزاف. شوفوا فين عايش متابعي قناة شوف زيدي شوفوا السيد فين عايش. شوف شوف فين بقى ولا عايش. شوف بعد ما كان بخيره بخميره شوف فين ولا عايش. عيب وعار عيب وعار عيب وعار عيب وعار ناس كيدخلوا في حياه عائلات وكيخربوهم. دابا نتايا اش ربحتي؟ اش ربحتي تفرق الزوجه على الزوج ديالها ويولي الزوج بهذه الحاله ويولي الزوج بهذا بعد ما شفت التصويره ديالو كان انسان زويون مقاد دابا دابا راك مزيان اخويا سعيد ما يكون خير ان شاء الله ويولي هذا السيد في هذه الحاله فعيب وعار. وهذا ميساج الناس اللي كي الخيانه الزوجيه وهذا ميساج الناس ديال اللي كيخونوا اللي كي شي واحد كيخون شي واحد وكيعرفوه مزوج فهمتوما. ها النموذج حداكم ها هي جالسه كتهضر معاك في التليفون تن 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 والسي الو شكون معايا؟ ها هو واحد خرج هو من الو السلام عليكم. لا ماشي رشيد هذا سعيد. مرحبا سيدي النمره غال. مرحبا 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 طافي اللي حمقوك هذا هذا هو منه هو موالفش قاعد نوامر يعيطوا لي ما عطي النمره لتواح. عطي النمره لواحد مازال مرتي هي مضيعه هاد النمره ما عطاها حتى واحد. كيبقاو يعيطوا؟ كيبقاو يعيطوا لي الليل كامل الريح في القهوه تيبقاو يعيطوا تنعطى الناس يشبعوا فيهم معيور. كون كان عندهم القلب ولا الرحمه ولا عندهم الوالدين كاع ما يديروا في هاد الحاله. كون يقولوا الله يسهل عليه ود الناس الله يسهل عليه. تا الخيانه حشومه عيب وعار سيده مجوجه تمشي مع واحد اخر. وباش يديروا لي هاد الخيانه ويغدروني بكرامتي.
بغيتهم يتعاقبوا وهادشي اللي داروا فيه بغيت نتقابل مع موس السلطات. هادشي اللي تنقول اخويا لحقاش داك عندك داك لي زوديو راهم خطيرين. داك الزوديو اللي سمعنا غادي تقدمهم للضابطه القضائيه راه يديروا خدمتهم فأجددها. فالناس اللي الخيانه الزوجيه هو نموذج الخيانه الزوجيه. راه نتايا الا مشيتي وكدير علاقه مع سيده مزوجه راك ماشي انت هو الهيرو ولا انت هو البطل ولا انت هو سيد الزمان ولا انت هو زيان المحامي الزيان ولا لا يا اخي. راك تدمر عائله وكتدمر مجتمع وكتدمر الانسان. بحال هذا الانسان شوفوا دارو كي ولات شوفوا دارو كي ولات متبعي قناه شوف تيفي انتم شوفوا دارو كي ولات شوفوا دارو كي ولات انتم جامع حوايجو غير في الميكا متبعي القناه شوفوا حالته كي ولات. السيد ولا كيمشي يسعى 20 درهم باش ياكل. السيد ولا كيمشي يخلصوا عليه غير القهوه متبعي قناه شوف تيفي باش يتقهوى. فقصة غريبة قصة مؤلمة قصة صادمة. الله يفاجئها عليك اخويا سعيد. الله يفاجئها عليك اخويا سعيد وما غادي يكون غير خير ان شاء الله يا اخي سعيد. ما غادي يكون غير خير ان شاء الله. ف متابعي قناة شوف تي في فنتمناو الخير ونتمناو السلامة للجميع. نمشيو نشوفوا الدار اجي نشوفوا الدار كي ولد هاد السيد. زيد معايا اخويا هاد الدار ديالو كي ولات. هادي الدار ديال واحد عاش الخيانه الزوجيه. ها نتوما متبقين شفتي الناس اللي كيعيشوا عباد الله الخيانه الزوجيه. هاد الدار ديال السيد كي ولات. ها هادي الدار السيد كي ولات. با حوايجو با ياكل وبا فراشو غير باش ياكل. إلا كنت نتايا كتشارك في الخيانة الزوجية وعاجبك الحال هادو هما المخلفات اللي كتخلف سمو. فلا مشينا للكوزينة متبعي قناة شوف تي في فيها غير طيسان الحوت والبيض. طيسان الحوت والبيض فمن قلب إقليم تازة. غادي نعاود عليكم القصة وغادي نختمو متبعي قناة شوف تي في. هذا سعيد كرعاني ابن الدار البيضاء المعارف الدار البيضاء أنفا مزداد في 1987 متبعي قناة شوف تي في يحمل بطاقة تعريف وطنية في الدار البيضاء. تلاقى بواحد السيدة من إقليم تازا حد ولاد الزباير عاشوا على الحرة والحلوة. كانت حاملة تبنى داك الوليد قال ماشي مشكل. جات معاه لتازا وإذا به كتخونه مع شي واحد والدلائل هي واضحة. مكالمات هاتفية متبعي قناة شوف تي في مسجلة بالهاتف ديالها زائد رسائل شي سيدة كتقول لها نسحروا ما نسحروا ما نديروا ما نديروا هما مكتوبين هنايا. فمتبعي قناة شوف تي في من قلب إقليم تازة الله يفاجئها عليك أخويا سعيد. ما يكون غير خير إن شاء الله أخويا سعيد. فالله يفاجئها على السيد. أستودعكم الله.